وعندي شويه تبولي بقدونس وبصل وطماطم وقرفه وبرغل زيت زيتون ليمون ثم نعناع ملح فلفل. اول حاجه بجيب يا جماعه البصل بتاعي كده وادي الثماء وروح اعمله كده. ليه بقى؟ اشيل منه المادة ريحة البصل واديله اللي ايه السماء اللي طعمه مزز. اهم حاجة عندي الليمون وزيت الزيتون. نخش بقى بالصلاة على الحبيب نقطع البقدونس صلى على النبي كده. ده البقدونس اهو زي ما قلت لحضراتكم اساس حدايا النعناع. حط النعناع مع زيت الزيتون مع الليمون مع كله مع بعضه بس ده شويه نعناع تاني. وادي السماء اهو وادي شويه قرفه لان ما يحبش بذر الطماطم في التبوله. قطعه صغير خالص كده. في حاجة تانية هعملها لكم برضه عشان تبقوا عارفينها. مهم جدا في التبولة يعني. وأروح أغسلها بالمية. بيقول لي ليه؟ قلت له ريحتني. أغسلها بالمية وأصفيها. عشان ما تحمضش عندي السلطه. ما تحمضش عندي السلطه. ادي البرغل بتاعه. بس. قال لي وريني حركات الطباخين. ايوه كده. ده زيت زيتون اهو. مهم عندي. ادي الليمون اهو. برضو مهم عندي شوية فلفل والملح. خلي بالكم الدريسنج ده وادي شوية ثم خليها تدعلوش. الدريسنج ده ما احطوش غير وانا بدخل الاكل بتاعي على السفره.